ملف تعديل الدستور والبحث عن سبل النهوض بالاقتصاد الوطني هو ما تم مناقشته في أول ندوة من نوعها تعقدها أقطاب القوى الوطنية للإصلاح التي تضم أكثر من 130 فاعلا، أحزاب سياسية، نقابات وجمعية وطنية. لقاء اليوم هو لقاء وطني أكبر من سياسي وأكبر من حزبي لاحتياجات الجزائر ولتجاوز أزمة التأثيرات الاقتصادية والتأثيرات الصحية على حياة المواطن وعلى الفعل السياسي. نحن كحركة بناء الوطني حاولنا أن نعطي كل ما نملك لإنجاح هذه المبادرة واحتضان التحضيرات لها اللي دامت قرابة 3 أشهر. كلت اليوم بهذا اللقاء الواسع، هذا اللقاء اللي عبر على شعور الجميع بالمسؤولية. اليوم تلقيت مجموعة من القوى الوطنية كأحزاب سياسية كمجتمع مدني كنخب من أجل مدارسة ومناقشة مختلف ما يعيشه الفرد الجزائري اليوم وما هو منتظر من الإصلاحات وتحديات لترفع في شكل مخرجات إلى الهيئة الوصية وعلى رأسها السيد رئيس الجمهورية. المسألة الكبيرة اللي كذلك اليوم راح يتطرق لها هذا اللقاء مسألة الدستور، لأنه الوثيقة المانعة الجامعة اللي راح تكون أساس الإصلاحات القادمة. في ظرف خاص تعيشه البلاد جراء الأزمة الصحية، يلتقي المشاركون على أن هكذا التكتل أصبح أكثر من ضروري كونه يساهم في استقرار الوضع في البلاد. حقيقة هذا الاجتماع أو التكتل إن صح التعبير، لأنه من أهدافه أن يصبح تكتلا وطنيا فيه كل القوى الوطنية التي يعني نتوسم فيها الخير أن تشارك في عملية الإصلاح القادم قصد تحقيق تغيير نحو الأحسن للجزائر. نحن في الجزائر كذلك مطالبون بالاستقرار، من هذا الباب جاءت هذه المبادرة حتى نشارك السلطة الموجودة الآن باقتراحات فعلية في مختلف المجالات. مبادرة تبنت التوجه الوطني وتجاوزت التباين الإيديولوجي ويكون للمجتمع المدني طورا في الحياة السياسية.